عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط، رجعنا لكم درس جديد لتكمل سلسلة منهج اللغة الإنجليزية للثالث المتوسط. طلابنا الأعزاء، موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع الضمائر، من المواضيع جدا مهمة بيونت 3 بالوحدة الثالثة. بالبداية، الضمائر بالإنجليزي اسمها pronouns. pronouns معناتها ضمائر، وهاي الضمائر ممكن أن تكون ضمائر فاعل، ممكن أن تكون ضمائر مفعول به، أو ممكن تكون صفات تملك إلى آخره. عندنا جدول لازم تحفظونه حتى تعرفون هاي الضمائر. بالبداية مثل ما تشوفون الجدول هذا ضمائر الفاعل، اسمها subject or pronouns، معناتها ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل هي معروفة سبع ضمائر، اللي هي ال I، ال he، ال she، ال you، ال it، ال we، وال they. ذني الضمائر يسمونها subject or pronouns، معناتها ضمائر الفاعل. خلنا نجي هسه لضمائر اخرى، هي ضمائر المفعول. شنو هاي ضمائر المفعول؟ ضمائر المفعول المي، الهم، الهر، اليو، الات، الاس، الذم. هاي ضمائر المفعول. فرضا بالامتحان يقول لك اي مثلا تاخذ مي، اذا هي تاخذ فراغ، انت راح تقول له هم. طبعا هاي بالنسبه لضمائر المفعول. الجدول الثالث هو صفات التملك. صفات التملك، شنو صفات التملك؟ الماي، الهز، الهر، اليور، الاتس، الاور، الذير. وضعني ذني صفات التملك. مثلا الاي بضمائر الفاعل راح تاخذ ضمائر مفعول مي، وراح تاخذ بصفات التملك ماي. الهي ضمائر الفاعل راح تاخذ بضمائر المفعول الهم، وبصفات التملك تاخذ الهز. الشي تتحول الى هر ضمائر المفعول، وايضا نفسها بصفات التملك الى اخره من الضمائر الاخرى. زين، شلون تجينا بالامتحان؟ تجينا بالامتحان بطريقتين، مرات تجينا بسؤال القواعد، او مرات تجينا بسؤال الاملاء. فهسه راح نجي اذا اجتنا بسؤال الاملاء. نكمل وياكم اعزائي الطلبه، وراح ناخذ الطريقه اللي ممكن تجينا بسؤال الإملاء. مثل ما تلاحظون قد يأتي هذا الموضوع في سؤال الإملاء للسبيلنج في الوزاري، وهذه بعض الأسئلة الوزارية. انتبهوا وياي، عندي الآي تاخذ ماي، هو مطني هاي بالأسود، هو يعطيك اياها بالأحمر الجواب. يقول لك الآي تاخذ ماي، زين الذي شو تصير؟ من أردحل أشوف الضمير الحلالية قال لي الآي تاخذ ماي، زين سوى هذا إيش حولها المن؟ نرجع للجدول، نلاحظ الاي، هذا الاي اخذ ماي، يعني شنو؟ ضمير فاعل ايش راد؟ راد صفات تملك. زين يقول لي ذي بصفات التملك شو يصير؟ نقول له يصير حسب الجدول يصير ذير. واضحني؟ هاي بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه يقول لك الاي اخذت مي، زين الذي شو يصير؟ رجع للضمير الثانيه، الاي صارت مي، سوى لها؟ هاي مو صفات تملك، هاي ضمائر مفعول به. اذا الذي هم سويها مفعول به حسب الجدول، انه الذي تتحول الى them بالمفعول به. واضح شباب؟ النقطة الثالثة يقول لك الاي اخذت مي، الوي شو تصير؟ نرجع للضمير الانطانية، الاي صارت مي، يعني حولها ليا جدول، حولها الجدول المفعول به. زين الوي حولها للمفعول به، الوي تاخذ اس. وضعني النقطه الرابعه، الاي اخذت ماي، يعني شنو؟ يعني حولها من ضمير فاعل الى صفه تملك. زين الوي سوي لي صفه تملك، الوي تصير اور. الخامسه يعني الاي صارت ماي، سوى لها حولها الى صفه تملك. زين الشي حول ليها الى صفه تملك، تصير هر. السادسه الاي صارت مي، يعني شنو؟ يعني حولها ضمير مفعول به. لازم تفرق بين الماي صفه تملك والمي ضمير المفعول به. الاي صارت مي، سواها ضمير مفعول به، اذا الشي شو تصير؟ ايضا تصير الهر. النقطه السابعه الاي صارت ماي، يعني شنو؟ يعني صفه تملك. زين الات شو تصير؟ تصير اتس. النقطه الثامنه والاخيره الاي صارت مي، يعني شنو؟ يعني ضمير مفعول. زين الهي حولها ضمير مفعول، الهي تصير هم. واضح شباب؟ هاي بالنسبه اذا اجانا بسؤال الاملاء. زين اذا اجانا بالقواعد شلون؟ موضوع الضمائر اذا اجى بسؤال قواعد يعتمد 75% على المعنى، يعني انت لازم تعرف
تترجم يلا اتحل. بس احنا عندنا بعض الملاحظات قد تساعدنا بحل الموضوع هذا اذا اجانا بسؤال القواعد. عندنا ملاحظات اربعه. اولا الملاحظه ملونها باللون الاخضر، يكون موقع ضمائر الفاعل. يعني ضمائر الفاعل ذن يعني الاي والهي والشي واليو الاساسيات البنون. يكون موقع ضمائر الفاعل في بداية الجملة. وين يكون موقعها؟ في بداية الجملة، ويأتي بعدها فعل رئيسي أو مساعد. ضمائر الفاعل تجي بداية الجملة. الملاحظة الثانية، ضمائر المفعول لا تأتي في بداية الجملة. يعني ذني المي الهم الهر اليو ذني ما يجي بداية الجملة، غالبا يكون موقعها في وسط أو نهاية الجملة، وغالبا يأتي قبلها فعل. هاي بالنسبة ضمائر المفعول به. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، عند وجود الكلمات التالية قبل الفراغ، نشوف هاي الكلمات قبل الفراغ، نختار ضمائر المفعول. شلنا الكلمات to, give, told, lend, for, with. ذن الكلمات الستة إذا لقيتهن قبل الفراغ تختار ضمائر المفعول. يعني ضمائر المفعول ذن المي الهم الهر اليو الاس الاس الدال. بشرط أن لا يأتي شيئا بعد الفراغ. يعني يكون ذن الكلمات وفراغ، الفراغ هذا آخر شيء بالجملة، بشرط أن لا يأتي شيئا بعد الفراغ. هاي الملاحظة الثالثة والأهم ملاحظة هي. الملاحظة الرابعة، صفات التملك قد تأتي في بداية الجملة أو وسط الجملة، وغالبا يأتي قبلها فعل أو حرف جر وبعدها اسم. صفات التملك وينهن؟ ذن يعني الماي الهز الهر اليور الاتس الاور الذير. واضح يعني؟ زين. واحد يقول استاذ انت قلت لنا ضمائر الفاعل يجن بداية الجملة وصفات التملك هم يجن بداية الجملة، بس شنو الفرق؟ الفرق انه ضمائر الفاعل يجي وراهن فعل رئيسي او مساعد، صفات التملك يجي بعدها اسم. واضح يعني؟ هسه راح نجي لاهم الاسئله الوزاريه اللي اجت بسؤال قواعد موضوع الضمائر. عين ذني اهم اسئله اجتنا بسؤال القواعد على موضوع الضمائر. نمبر 1، eating too much is very bad for، عند اختيارات our لو ours لو us health. الاختيار راح يكون our. الاور من صفات التملك. لو تلاحظون الجدول انه الاور هي من صفات التملك. زين. واحد يقول استاذ انت مو قلت لنا اذا لقينا الفور هنا نختار ضمائر المفعول، ليش اختاريت صفات التملك؟ انا صح قلت لك اذا وجدنا الكلمات نختار ضمائر المفعول، بس اعطيت شرط، بشرط ان لا ياتي شيئا بعد الفراغ. واضح يعني؟ بس لو نرجع للجمله اجت ورا الفراغ كلمه هيلث، فهاي كلمه هيلث خربت علينا الملاحظه. بهاي الحاله نختار صفات التملك. واضح يعني؟ تصير our health. النقطة الثانية، many animals are useful to فراغ. عند اختيارات our, ours, لو us. الاختيار راح يكون us. زين. ليش us استاذ؟ الاز هي من ضمائر المفعول. ليش؟ لان قبل الفراغ اجانا to، وورا الفراغ ما اجانا شيء. اذا طبقت هاي الملاحظة اللي هي تقول عند وجود الكلمات التالية وهاي الكلمة تو من ضمنهن نختار ضمائر المفعول. لو تلاحظون انه از هياها من ضمن ضمائر المفعول. زين. النقطة الثالثة، سليم fell down and broke his leg. شي يقول لك هنا use a proper pronoun، استخدم ضمير مناسب. مثل هيك السؤال يجينا بسؤال القواعد الفرع اي، السؤال الثاني فرع اي. مثل هيك اسئلة تعتمد على المعنى. لازم نعرف نترجم يلا نحل هاي الجملة. سليم فول داون يعني سليم سقط، اند بروك وانكسر فراغ الليج الساق. شنو نقول؟ لازم نقول ساقه. شنو بالانجليزي؟ ساقه بالانجليزي لازم نقول هيز ليج. هيز ليج. واضح يعني؟ هاي تعتمد على المعنى. النقطة الرابعة، اي فول داون اند بروك فراغ هاند. ايضا نفس السؤال، use the proper pronoun، استخدم ضمير مناسب، ايضا تعتمد على المعنى. يقول انا سقطت and broke وانكسرت فراغ hand اليد، فاقول لازم my hand معناتها انكسرت يدي. هاي بالنسبه للسؤال الرابع. السؤال الخامس، some bacteria are useful to فراغ. عندي تو اجتنا قبل الفراغ وما اجاني ورا الفراغ
شيء. انا عندي ملاحظة، اذا اجدته قبل الفراغ وما جاني شيء ورا الفراغ، نختار ضمائر المفعول. يا هي من ذني من ضمائر المفعول الاور، لو الاورز، لو الاس، اكيد الاس. نرجع للجدول نتاكد انه الاس من ضمن ضمائر المفعول. هيا مثل ما تشوفون، واضح يعني. النقطة اللي بعدها، the Bedouin used frog falcons to catch birds for food. And there, lo them. تلاحظون انه قبل الفراغ اجانا هنا فعل، وبعد الفراغ اجانا اسم. بهاي الحالة نستخدم صفات التملك، يعني الاختيار there مثل ما تشوفونها باللون الاحمر. واضح يعني؟ موضوع الضمائر من المواضيع الجدا مهمة، وبنفس الوقت تعتمد على المعنى. لازم الطالب يكون عنده ترجمة يلا يحل طبعا سؤال القواعد، لكن سؤال الإملاء يعتمد على الحفظ. فالأريد منك أنه تحفظ لي هذا الجدول، وتحفظ الملاحظات الأربعة اللي قد تساعدك بحل السؤال اللي يجينا حول هذا الموضوع. فإلى هنا طلابنا الأعزاء، نتمنى أنكم قد وفقنا في إيصال المعلومة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.